السلام عليكم، مرحبا بكم. وصفة جديدة من وصفات شيفاس متنوعة مع بشرى. جبت لكم واحد العجين سحري، عجين ناجح من اول استعمال، نفس العجين ديال الهامبرغر. غنخرجوا منها حتى ميني باغيط، وغادي نشارك معكم كذلك الحشوة اللي غادي تجي في ميني باغيط بالدجاج والبيض، اللي كتجي جد رائعة في المذاق ديالها، اللي كتحمق كبار وصغار، خصوصا وليداتكم معاها رمضان تستعملوه ليهم، لانها حشوة كتجي لذيذة بزاف وطريقة أسهل. خليكم على الفيديو. طريقة تحضير فرجة ممتعة. هنا في البول غادي نستعمل واحد 800 غرام ديال الدقيق، يعني غادي تعبروا بالكاس ديال العنبة، ديروا 8 كيسان ديال العنبة. من بعدها غادي نضيف واحد ملعقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، هذيك الساعة تبقى الخميرة على حساب الجو. ومن بعد غنضيف ملعقتان كبيرتان من السكر سنيدة، وملعقة صغيرة من الملح، وعاوتاني ملعقتان كبيرة من حليب بودر، يعني حليب غبرة ديال نيدو. وغادي نضيف ملعقة كبيرة ديال الزبدة وبياض بيضة واحدة. بالنسبة للأصفر بيض غنخليه للتزيين. غادي نعجنو بالماء دافي، والعجانة غادي نتلكها مزيان. ما متوفرش عندكم العجانة، جمعو العجين عادية وديروها في واحد بلاستيك وتكون العجين واجدة. غتلاحظوا معايا القوام ديال العجين كيفاش كتكون خفيفه. هذا هو السر ديال العجين باش كيجيكم هذوك ميني باكيط كيجيو رطبين وقطنيين، وتحاولوا انكم تخلوه العجين يعني تضاعف الحجم ديالها اكثر واكثر. كيف ما خمرت مزيان كيف ما كتكون احسن، وكتجي ديك العجين لاحظوا معايا كتجي بحال شكل الزبده، كتجي خفيفه ورطبه. صافي، هنا مباشره غادي نجمع شويه ديال الدقيق، وغادي نقطعها على جوج كرات. من بعد الكره الاولى غادي نخليها تما على جنب، الكره الثانيه غنحاول انني نديرها قريصات صغيره ندير الهامبرغر. بالاحسن صغروهم، راه كيف ما صغرتهم راه من بعد راه كيخمروا وكيضاعف الحجم ديالهم وكيكبروا. هذيك الساعه البنات يمكن ليكم تقطعوا كويرات على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما، شحال تاع الكميه بغيتو. صافي، غادي نجمعهم عادي بهذه الطريقه هذه، وغادي نحطهم فوق لاطا اللي طبيعه الحال نفرش عليها ورق الزبده، ونخليها على جنب تخمر. بالنسبه لهاد العجينه الثانيه غادي نستعملها ميني باغيط. بغيتو تكبروا مكبروا، بغيتو تصغروا مصغروا. انتم تلاحظوا معايا درتهم انا كويرات صغار، ورغم ذلك راهم كيضاعف الحجم ديالهم. غنعطيكم هاد الطريقه اللي ساهله يا البنات، ما تحتاجيش انك تورقي العجين وتعاودي تجمعي لها الجوانب ديالها وتقرصيها من الجناب باش كتولي ناجحه. هاد الطريقه راه ناجحه حتى هي. كنستعمل كويرات بهاد الطريقه، وكندير على شكل الطريقه ديال السيجار، حتى كنكملهم في الاخر كنرول لهم بهذه الطريقه، وكنقرصهم غير واحد شويه وكنحطهم في اللاطه. يعني طريقه هذه سهله وبسيطه. صافي، غنخليهم على جنب يخمروا، وندوزوا دابا طريقات الحشوه. بالنسبه للحشوه هنا غديروا ستر ديال الدجاج، تقريبا واحد 700 غرام ديال ستر ديال الدجاج. المهم استعملوا نتوما الكميه اللي بغيتوا ديال الحشوه، وديك الساعه اللي بقات لكم مثلا العجين يمكن داك الميني باغيط من يطيب ديرو في المجمد وخيبقى مدة حتى شهر ما تيخسر ما والو. هنا راه طحنتها مع البصلة الحمراء كانت باقا عندي منها، هادشي علاش يمكن ليكم ديرو نتوما اي بصلة. درت شوية ديال الملحة، درت شوية ديال الابزار، ودرت هنايا التوابل ديال الكاري، وهنا دفت الزنجبيل سكنجبير، ودفت المقدونس داك اليابس كيكون في القرعة، ودرت الكركم خرقوم، وضفت صلصة الصوجة تقريبا واحد ملعقة صغيرة، ودرت بيضة كاملة، وراني درت واحد القطرات ديال العصير حامض وقطرات ديال الزيت ما جاوش باينين في التصوير. من بعد ما خلطته مزيان ضفت عليهم حنايا الشابلور خبز محمص، خديت غير داك الباريزيان حمرته في الفران وهرمشته، وجمعت بهم العجين. هذا هو القوام ديالها. وفي الاخير غنخليها واحد المدة حتى ينشف مزيان هذاك الخبز باش تجمع هذيك الحشوة. صافي، هنايا من بعد مخمر العجين كيف ما لاحظتوا معايا غادي ندهنوا باصفر بيضه مع شويه ديال الخل وشويه ديال الحليب. طبيعه الحال الفران خاص يكون سخون باش ندخلوا حنايا هاد العجين الطيب. بالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري انا، هنا درت هنايا السمسم الابيض، وهنا درت بافو. صافي، غندخلهم الفران يتحمروا من التحت ومن الفوق. صافي، هنا في المقله درت واحد شويه ديال الزيت، وضفت انا كويرات ديال الدجاج من داك الحشوه، درت انا كويرات عشوائيين يعني غير للدار بحال هكا. بغيتو تقادوهم نتوما اختيار كيبقى ديالكم. هذيك الساعه غادي ندير انا كويرات على حسب الكميه شحال من هامبرغر عندي ديك الساعه،
صافي غنحاول انني فوق النار غير متوسطه، وغادي نحمرهم من جوج جوايع باش ديك الحشوه طيب مزيان. ضروري نحمروهم، يعني الطريقه ديال الدجاج هي كتجي زوينه. بغيت ندير الكفته ديال اللحم الاحمر، كيبقى مجرد اختياري. صافي من بعد ما غادي يطيبوا صافي نخليهم هنايا على جنب، وندوزو الحشوه الثانيه اللي كانت بقات، يعني نفس الحشوه قسمتها ديك الساعه على حسب الكويرات، وما تبقى غادي نستعملها في نفس المقلاه. المقلاه اللي طيبت فيها هي اللي غادي نستعمل فيها. غادي نحاولوا ان نفرتتها مزيان، لان الكفته ضروري خاصها تفرتت مزيان باش طيب الدجاج، ولا دغيا كطيب لانها مطحونه. في الحقيقه انا كنفضل الكفته ديال الدجاج وديال البيبي نصوبها في داري، حسن ليا من نشريها في الزنقه وما نعرفها كيف مخدومه. هنا غادي نستعمل بعد ما طابت واحد ملعقه كبيره ولا جمعه الكبار ديال الزيت، ونقطع بهذه الطريقه. هذه غنخليها تشحر غير واحد شوي، ونقاد بهذه الطريقه. وغادي نضيف لها 4 حبات زيت البيض. صافي هاد الحشوه راه كتجي لذيذه بزاف، وكتجي في ميني باكيت كتجي رائعه في المذاق ديالها، يعني ما تشبعوش منها الطريقه هذه زعما، غير جربوها وغادي ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. صافي غنحاول دابا البوطره شويه مجده باش داك البيض يطيب، ونحاول انا نقلب الدجاج بهذه الطريقه. في الاخير هاد الحشوه راه غادي نفرتتها في الاخر، كنبقى كل مره نقلبها صافي حتى كنشوف داك البيض بانه طاب. صافي من بعد ما طابت، هذا هو الهامبرغر من بعد ما طاب. هانتوما راه باقي سخون، كيف كيجي؟ كيجي قطني، كيجي ناجح من اول استعمال. غادي نقطعو لكم باقي سخون، غير نتوما البنات حاولوا ان خلوه حتى يبرد عاد قطعوه باش ما يتفرتت لكم. انا حاولت قطعته سخون باش نوريه لكم من الداخل، هانتوما كيفاش كيجي؟ كيجي مخرج من الداخل، باش تعرفوا ان العجين راه ناجحه، عجين يعني سحريه. وخلوها معتمده عندكم، تقدروا ديروا واحد الكميه اكثر بحال هكا وتقطعوهم وديروهم في المجمد، يبقاو عندكم يعني وقت اللي احتاجيتوهم كتجبدوهم كتعمروهم ديك الساعه بالحشوات، كتبقى اختياريه. صافي هنايا بالنسبه للعماره، غادي نستعمل عماره انا عاديه كيف ما لاحظتوا معايا، راه ما دايرهاش حاجه كثيره. غادي نستعمل انا هاد الصلصه ديال المايونيز، كيكون فيها منسمه فيها بزاف الخلطات. هنا درت انا غير المطيشه، ودرت هاد الدوائر ديال الدجاج، ودرت غير الجبن عادي فقط. هذه الطريقه اللي درت انايا، واخا نستعمل الخس ما كاينش غادي ياكلوا، اللي ما كيبغوش الخس فيه بزاف. صافي غادي نخليه على جنب. بالنسبه لهاد ميني باكيت غادي نستعمل له صلصه الساموراي، والساموراي كما كتعرفوا كتكون حاره، ولكن مع الحشوه راه ما جاش ديك الحروريه باينه فيها. واخا يكون عندك وليداتك صغار ودير لهم صلصه الساموراي ما غاديش باينه، ولكن راه جات بنينه مع هاد الصلصه، كتجي رائعه معها. هانتوما تشوف معايا الحشوه راه كتجي هي زوينه. يمكن لكم ديروا الخس حتى هو وسط ميني باكيت باش يجيكم ديروا مع الحشوه، كيبقى ديك الساعه مجرد العماره كتبقى اختياري، والتزيين كيبقى اختياري. المهم هاد الوصفات خدمتهم كتشاركوا معكم، وعاجين حتى هي راه ناجحه غير استعملوها. نتمنى الفيديو اللي شاركته معكم ينال الاعجاب ديالكم، وشجعوني بواحد اللايك وبارطاجوه مع الاهل والاصدقاء. لك تختيمه مشتركه اشتركي في الجرس باش توصلي بجميع الوصفات اللي يكونوا تقريبا سهلين وفضلا وليس امرا. وكنشكركم مره اخرى، الى اللقاء، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.